ولنقاش ذكرى 45 ليوم الأرض في فلسطين ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة إسطنبول تركيا المتخصص في الشؤون المقدسية دكتور محمود الشجراوي. أهلا بكم دكتور. حياكم الله أختي الكريمة. في الذكرى 45 ليوم الأرض الفلسطيني، ما مدى أهمية هذا اليوم للتأكيد على هوية الأرض المحتلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الأرض ليس يوما عاديا، يوم الأرض هو مناسبة فيها ميزة لعل كثير من المشاهدين لا ينتبه لها، أن في هذا اليوم استطاع الفلسطينيون فعلا كسر القرار الإسرائيلي بين قوسين إذا صح التعبير، فكانت هذه أول مرة منذ النكبة الفلسطينية تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا بمصادرة 21 ألف دنم من الأراضي الفلسطينية، ثم بفعل الهبة الجماهيرية والوقفة الوطنية التي قام بها الفلسطينيون تم كسر هذا القرار، وأجبر المحتل على التراجع عن مصادرة هذه الأراضي، وما زالت هذه الأراضي بيد أصحابها يزرعونها، ولذلك تم تسمية هذا اليوم بيوم الأرض. ولعل مثل هذا اليوم يكون يعني دليل وخارطة الطريق للشعب الفلسطيني لكسر باقي قرارات وخطط الصهاينة لضم مزيد من الأراضي الفلسطينية أو لقضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. في هذا السياق دكتور، تمر ذكرى يوم الأرض هذا العام وجرافات الاحتلال الصهيوني تستمر في اقتلاع أشجار الزيتون لتشييد مستوطنات جديدة. كيف يمكن تقييم الموقف الدولي من انتهاكات الاحتلال رغم كل القرارات الأممية لمنع بناء مزيد من المستوطنات على الأراضي الفلسطينية؟ الحقيقة أختي الكريمة أن هذا النظام المجرم لا يعبأ لا بالقانون الدولي ولا بالقرارات الدولية، ولعل تطبيع بعض الأنظمة العربية زاد في صلف هذا النظام وزاد في جرأته أصلا على قضم الأراضي العربية وعلى هدم البيوت العربية وعلى اقتلاع الأشجار كما ذكرت حضرتك. نقول أن هذا المحتل والله تعالى أعلم يعني لم يعد يحسب حسابا لأحد، فقد أركن ظهره إلى النظام الأمريكي وإلى الأنظمة العربية التي طبعت معه، وصار لا يسأل في قضم الأراضي. والناظر الآن إلى الخريطة أو إلى ما تبقى من خريطة الضفة الغربية يكاد يجزم أن هذا ما تبقى منها لا يصلح، ليس لدولة، لا يصلح حتى لسلطة فلسطينية، وهذا يعني لعله يثير تساؤلا إلى متى يبقى الفلسطينيون أو بعض الفلسطينيون يسيرون في نهج التفاوض أو ينتظرون عطاء من هذا المحتل الغاصب. في ظل استمرار عمليات اقتحام الأقصى ومحاولات التغيير المكاني والزماني للمقدسات، كيف تفسر هذه الانتهاكات المتزايدة؟ أختي الكريمة، العدو الصهيوني استطاع أن يستفيد من وباء كورونا ومن إغلاق العالم وانشغال الدنيا بوباء كورونا بأنه انتقل من تهويد مدينة القدس ومحيط المسجد الأقصى المبارك إلى تهويد نفس المسجد الأقصى المبارك، فحاول أولا التقسيم الزماني وفشل في أكثره بالمناسبة، يعني هو نجح الآن أنه أصبح المقتحمون يدخلون إلى المسجد الأقصى 5 أيام في الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت في فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية، لكنه كان يحلم في التقسيم الزماني أن يتم منع الصهاينة من الدخول يوم الجمعة ويتم منع المسلمين من الدخول يوم السبت مثلا، أو أن يتم تفريغ المسجد في أيام الأعياد اليهودية التي هي في قرابة 100 يوم، 100 يوم أعياد في السنة العبرية، وأيضا 50 أو 52 سبت، فنعني أن الاحتلال الصهيوني كان يخطط لتفريغ المسجد الأقصى تماما 150 يوم في العام، ولكنه لم ينجح بهذا تماما، فانتقل إلى محاولة التقسيم المكاني ومحاولة السيطرة على الجزء الشرقي من المسجد الأقصى المبارك. وهنا دعيني أنا أستفيد من منبركم المبارك أن أؤكد أن المسجد الأقصى هو ليس مبنى مسقوف،
بل هو كل ما دار حوله السور بكل المباني المسقوفة والساحات المكشوفة كلها أجزاء من المسجد الأقصى المبارك. ولعل المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى التي يتوسطها مصلى باب الرحمة هي المنطقة الجغرافية الأكثر استهدافا لدى العدو الصهيوني، وكان يخطط لتحويل مصلى باب الرحمة إلى مركز أو إلى نقطة تهويد أو لما يسمى بالبستان الشرقي. العدو الصهيوني يسميه البستان الشرقي، وهو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك. ولعل هبت باب الرحمة حين قام أهلنا المقدسيون وأهلنا في أهل الأرض المحتلة في عام 48 قاموا بفتح مصلى باب الرحمة للصلاة، يعني هم أبطلوا هذا المخطط وأفشلوا مخطط العدو الصهيوني الذي تجاوز الآن التقسيم الزماني وتجاوز أيضا التقسيم المكاني، وبدأ كأنه يريد أن يقيم الهيكل مشاعريا. فقد يعني نرى في كل يوم أن هنالك صلوات تلمودية وتوراتية في داخل المسجد الأقصى المبارك بحراسة شرطة الاحتلال والسجود الملحمي، وهو الملحمي وهو افتراش الأرض وقراءة الصلوات المحرفة. وغدا يوم الأربعاء هو أحد أيام عيد الفصح اليهودي العبري، ونخشى أن يتم غدا إدخال بعض القرابين، يعني الأضاحي الأغنام قد يقوم بتهريبها وذبحها في داخل المسجد الأقصى، ويكون هذا حدث لم يتم مثله قط، ويكون قد يعني أنجزوا شيئا كبيرا من طقوسهم المشاعرية في داخل المسجد الأقصى المبارك. نسأل الله أن لا يتم هذا إن شاء الله. دكتور، يأتي يوم الأرض هذا العام قبيل استحقاقات سياسية مقبلة من انتخابات برلمانية، إلى أي مدى يمكن أن تؤدي هذه الاستحقاقات إلى تحقيق هدف الوحدة الوطنية ومواجهة الهدف الأساسي لكل الأطراف وهو الاحتلال؟ الحقيقة أنها فرصة كبيرة جدا لكل من ما زال مخلص للقضية الفلسطينية، لكل من كان مخلص للأرض الفلسطينية، أن يتجاوز الخلافات البسيطة. ولكن لا يمكن أن نتجاوز مثلا خلافات كبيرة جدا كنهج الاستسلام ونهج القبول بالمحتل، أو أن يكون الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية تحت مظلة أوسلو التي هي نكبة فلسطينية ثانية بكل المقاييس. هي فرصة أن يتجاوز الفلسطينيون الاحتلال الصهيوني على قاعدة المقاومة وعلى قاعدة أن الحل يكمن في كنس هذا الاحتلال وإخراجه من فلسطين، كل فلسطين، على اعتبار أن فلسطين من بحرها إلى نهرها لا تقبل القسمة على اثنين. شكرا جزيلا لكم المتخصص في الشؤون المقدسية دكتور محمود الشجراوي، حدثنا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية.